بغيتي غسوليهنك من حب شباب الرؤوس السوداء المسام الواسعة فانتي في الفيديو الصحيح. تفرجي من الاول للاخر، فيديو مفيد غيهنيك من بزاف ديال المشاكل اللي كنتعرضوا ليها في البشرة ديالنا. سلام، كديري لاباس عليكم، اموركم هانيه، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا على قناتي وقناتكم رشيده بيوتي، ومرحبا من جديد اللي انضمت عندي القناه. كنقول لكم مرحبا بكم اللي خطيتكم عليا. الا كنتو كتشوفوني لاول مره ما نساوش انكم تابوناو عندي في القناه باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله، وباش نكبروا العائله ديالنا. الفيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم على واحد الغسول اللي ضروري كيخصو يكون عند اي بنت، لانه فريمون كيهنينا من بزاف ديال المشاكل اللي كتعرض ليها البشره ديالنا. فقبل ما ندوزو نشرح لكم على هذا الغسول مزيان وليش كيصلح ولينا بشره وكل شيء. داكشي كنبغي نفكركم ان اللحسه الصحراويه راها برومو، الا خديتي كيلو كنعطيك بروتين فابور لتكبير المناطق الانثويه، والا خديتي 2 كيلو كنعطيك قرعه ديال البروتين كبيره. فين غتلقاي بحال هذا العرض هذا؟ غنخلي لكم النمر هنايا دوزي لا كوموند ديالك قبل ما يسالي، لانه عرض محدود جدا، لان فاش كندير بحال هذا العروض هادو تنكون شي شويه مزيره ومضغوطه وراكم عارفين. المهم فاللي شافت الفيديو تستغل الفرصه ودوز لا كوموند ديالها، لان بروتين فابور غير بروتين راه ساوي ثمن اللحسه. فإلا خديتي من عندي 2 كنعطيك بروتين كبير، خديتي من عندي غير قرعه واحده ديال كيلو كنعطيك قرعه ديال البروتين صغيره. وفي الصحه والراحه اليوم غادي نهضر لكم على هذا الغسول هذا سوسكين، اللي صراحه واعر بزاف، كيخصو يكون عند اي بنت واي ولد. الا كانت عندك نوع البشره ديالك فيها هاد المشاكل اللي غنذكر فعليك بهذا الغسول، ديجا راه مستعمل واعر بزاف، صالح للناس اللي عندهم بشره مختلطه ودهنيه. اما اصحاب البشره الجافه ما تستعملوش، يعني ما كيلقش نهائيا لاصحاب البشره الجافه. دونك اللي عندك هاد المشاكل اللي غادي نذكر دابا، ما عليك الا تاخدي سوسكين، صراحه عمري ما هضرت عليه نهائيا، ولكن دابا جات فرصه بما انه كتستعمل اختي وشفت النتيجه ديالو على عيني، دونك قلت علاش لا ما نديرش فيديو للناس اللي كيعانيو من هاد المشاكل في البشره ديالهم، كيبغيو غير غسول باش يغسلوا به يعالج لهم المشاكل ديال البشره. فقلت علاش لا ما نبارطاجيهش معكم، ثمن رخيص، غادي نخلي لكم الثمن مكتوب هنايا باش اللي تكون عندكم فكره هكا. يعني اي حاجه غنبقى نوريها لكم من هنا لقدام غنبقى نخلي لكم الثمن هنايا ان شاء الله. الخاصيه ديالو هو انه كيحيد لنا الحبوب من البشره ديالنا، كيبقى يبسو شويه بشويه حتى ما كيبقاش نهائيا، وكيحيد لنا داك اللمعان وهذوك الدهون اللي كتكون في البشره، الدهون الغير النافعه. عاوتاني لقيتي غسول اللي كينشف لك البشره ديالك في مره راه ما صالحش، هذا فقط كيحيد لك غير هذوك الدهون اللي هما اللي كيتسببوا لينا في الحبوب، كيتسببوا لينا في المسام الواسعه، يعني الدهون الغير النافعه، البشره الدهنيه اللي كتكون كتفرز دهون بواحد الكثره. فهذا كيعالج هذاك المشكل، وهذوك الدهون كيف ما قلت هما اللي كيتسببوا في الحبوب. فملي كتاخدي هذا الغسول هذا كيقلل لك من هذوك الدهون اوتوماتيكمون، ما كيبقاش يخرج لك الحبوب، وحتى المسام الواسعه ما كيكونوش عندك نهائيا في البشره ديالك. ما كيديرش الرغوه، يعني خالي من الصابون، وهذه شي حاجه اللي زوينه صراحه، لانه ما كيتسببش في حساسيه في الجلد، الحاجه اللي تتكون كترغوي بزاف وتكون فيها صابون كثيره والريحه يعني راه تتسبب في حساسيه، دونك هذا ما كيتسببش في الحساسيه ديال الجلد، يعني امن على البشره. يعني واخا تكون عندك بشره دهنيه حساسه راه ممكن تستعمليه، واخا تكون عندك بشره مختلطه حساسه ممكن تستعمليه. ومن المواد المهمه اللي فيه هي شجره الشاي العطري، وكيف ما كنعرفوا ان انا بعدا كنت كندير وصفات ديال الحبوبات، كنشدو كندكو كنديرو مع دانون مسوس ولا شي حاجه وكنديروا للبشره ديالي، علاش؟ لانه كييبس الحبوب. فهاد شجره الشاي العطري موجوده في هاد الغسول هذا، الدور ديالها هي انها كتيبس الحبوب وكتقلل منه بزاف، وكتحيد حتى هذوك الدهون اللي كتسببوا لينا في الحبوب، كتخلي غير الدهون النافعه، وهذيك الدهون اللي كتكون غير زايده كتحيدها في خطره. في مستخلص الخيار، وهذه حاجه زوينه بزاف، وكيف ما معروف على الخيار انه كيهدن التهيج ديال البشره وكيعطيها واحد الترطيب من العمق. يعني الناس اللي عندهم الخيار في الدار ديروا به وصفات، راه زوين بزاف. وكاين حتى في هذا الغسول على داكشي اصلا كتشوفوا اللون ديالو بحال هكا اخضر، فشي حاجه واعره 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 بزاف. يعني ماشي غير كنجيو كنهضر، فيه بزاف ديال الفيتامينات والمعادن اللي كتحتاج ليها البشره ديالنا. والخيار معروف بزاف انه مفيد بزاف للبشره اللي كتكون ما فيهاش واحد اللمعان، البشره اللي كتكون باهته، فالخيار مفيد بزاف ليها، كيرجع اللمعان ديال البشره وكيرجع البشره ديالك رطبه. بالنسبه للناس اللي غادي يسولوني على طريقه الاستعمال وشحال من مره في النهار، فبالنسبه لطريقه الاستعمال راه ديجا كنت شرحتها وغادي نعاود نشرحها في الفيديو هذا. المهم بالنسبه للغسول كيدار هذا في الصباح وبالليل 2 مرات في النهار، باش عاوتاني ما ينشفلكش البشره ديالك اكثر من القياس، لان الحاجه باش كنستعملوها بزاف راه البشره كتاثر بها،
دونك جوج مرات ولا غير مره واحده في النهار كافيه. بالنسبه لطريقه الاستعمال سهله، الا تبعتي هذه الطريقه هذه ما غاديش يكون عندك مشاكل في البشره ديالك، عكس الا كتستعملي الغسول غير عشوائيا وما كتعرفيش تستعمليه غيكونوا عندك مشاكل في البشره ديالك. المهم كتشدي قبل ما كتشدي الغسول وكتطبقيه على البشره ديالك، كتاخدي شويه الماء كتفزقي به الوجه ديالك وكتفزقي اليدين ديالك وكتاخدي الغسول كديريه بحال هكا في يدك وكتخدميه شويه مزيان في اليد ديالك حتى كيندمج مع داك الماء وكيولي كتولي لا تيكستور ديالو شويه خفيفه على البشره. ماشي غير كتجي وديريه على البشره ديالك نيشان، صافي كديريه مزيان وكتبقاي تفركي وجهك غير بشويه بحركه دائريه هنايا جهه النيف، ماشي غير كديري دغيا كتغسلي، حاولي ما امكن انك تخليه شي شويه وحكي غير بشويه مزيان صافي، وكتشملي وجهك مزيان وما تقربوش للعين ديالكم، من الاحسن لان العين كتبقى شي حاجه حساسه باش ما يدخلكش العين وصافي. فكتغسلي وجهك وكتشلي مزيان، ومن الاحسن تكون عندك واحد الفوطه ديالك خاصه بيك ولا كلينيكس. بالنسبه للحجم ديالو البنات فيه 500 ملي، تبارك الله شوفوا قداش بعدا راه كبير وراه كيجي عامر حتى لهنا، راه ديجا اختي استعملات فيه ودارت فيه النص ديالو. وبالنسبه لمده الصلاحيه ملي كتاخديه وكتفتحيه عنده عام، هي مكتوبه هنايا عام صافي وكيسالي، بقى لك تلوحيه ما بقى لكش راه كتعاودي تاخدي واحد اخر الا بغيتي تبقاي كتستعمليه. هذا ما كان، ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ويكون خفيف ظريف على قلبكم، وما تنساوش البرومو اللي بغات دوز لا كوموند ديالها ما حد الحصرها برومو، مرحبا بكم.